وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض العلماء قالوا الآية فيها إشارة إلى تقدم خلق الجن قبل الإنس، لأنه قال وما خلقت الجن، بعد قال والإنس. وقال ابن كثير في البداية والنهاية، قال وهذا هو الصحيح، قال لأن الجن كانوا قد سكنوا في الأرض قبل خلق الإنس، فأفسدوا في الأرض وسفكوا فيها الدماء، فأرسل الله عليهم جندا من الملائكة فحاربوهم وهزموهم واضطروهم إلى جزائر البحار. عشان كده في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قام ردوا قالوا شنو؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من وين عرفوا الملائكة إنه الخلق اللي حيخلقهم ربنا في الأرض ذي اللي هم الإنس والبشر حيفسد فيها ويسفك فيها الدماء؟ للقصة ذكر ابن كثير إنه كان قبليهم في خلق آخرين وهم الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء، فافتكر ظنوا الملائكة ظنوا إنه الخلق الثاني حيكون زي الخلق الأول، عشان كده قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآيات. والقصة معروفة. لكن في الآية إنه يا جماعة إنه الجن والإنس الاثنين مأمورين بإفراد الله بالعبادة، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى ليعبدون قال ابن عباس ليوحدون، فيبقى المعنى معنى الآية إنه ما خلق الجن وما خلقت الإنس إلا للتوحيد. إذن أعظم أمر هو شنو يا جماعة؟ هو التوحيد، لأنه لأجل التوحيد خلقت الخليقة. الله خلق الخليقة كان جن كان إنس عشان موضوع واحد، وهو شنو؟ وهو التوحيد. بالله عليكم الله بعد داعية مشتري عمة وملخبط الدنيا وما بيتكلم في التوحيد نهائي، يقول لك أنا سلف. سلفي كيف؟ سلفقة ولا رجالة ولا كيف؟ ما خلق الله الخليقة إلا للتوحيد وإفراد الله بالعباد. شكرا ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة لغة هي التذلل والخضوع، ولذلك يقال طريق معبد يعني مذلل ذللته شنو؟ الأقدام. وشرعا عرفت عدة تعريفات أجمعها ما قال شيخ الإسلام وعندكم مشهور، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقيل معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، أيضا ورد هذا التعريف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا لآمرهم وأنهاهم. ومعاني التعريف كلها بتلقاها بترجع لشنو يا جماعة؟ لأصل واحد وهو التوحيد والعبادة. لأنه لو قلنا إلا لآمرهم وأنهاهم أعظم أمر شنو؟ التوحيد. وأعظم ما ينهى عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا رجعت لكلمة ليعبدون معناها ليوحدون.